انا منار وهي منى وموقع احنا الاتنين توام ملتصق، وموقع اتفرج اتبنى حالتنا ان هو يعمل لنا عمليه انفصال. انا راضيه بالحوار ده ومنى مش راضيه خالص ان هي تعمل عمليه. نزلنا النهارده الشارع عشان حضرتك تقنعها، يا اما انا ما اعملش العمليه يا اما هي تعمل العمليه وننفصل. مش انتوا اخوات؟ والاخوات ما بيفترقوش حتى لو كانوا منفصلين. انا مش عايزه اخد راي حد. هي بتحبك عشان كده عايزاكي تنفصلي. ما ربنا خلق لك دماغك انت ليه؟ مش عشان يبقى ليكي تفكيرك واسلوبك. ماشي يا مون. لا بس هو الكلام اللي انت بتقوليه ده ما ينفعش. مش عايزه تعيشي حياتك. طيب احنا يعني انت كده كده ايه مشكلتك غير ان انت بتحبوا تفضلوا مع بعض؟ في مشكله تانية غير دي؟ ما احنا نقول ان احنا ممكن نفضل مع بعض على طول. معايا على طول. طب ليه؟ كده. ايه اللي ممكن في تصورك ان انت ما تبقاش معاكي على طول؟ انت مش بنوته صغيره اموره حلوه يجي لك عريس تتجوزي تجيبي بنات وصبيان حلوين زيكوا كده وتعيشي حياتك، تروحوا المصيف تسافروا تتعلمي تتوظفي تشتغلي ازاي؟ انت خايفه من العمليه ولا انت خايفه من ايه؟ مفيش حاجه اسمها انا بحبها. افرض هي حبت واحد وعايزه تتجوز وتعيش حياتها، تحرميها ليه من العيشه دي؟ انا اول مره اشوف حاله زي دي في مصر اصلا. اسمك ايه؟ اهلا وسهلا. وانت اسمك ايه؟ اهلا وسهلا. انا اول مره اشوف بصراحه يعني حاله زي دي. انت مش فاهمه دي. طب ايه المفروض نديله؟ لا انا مش هتنفصلي عشان تعرفي تعيشي حياتك. لا احنا مش عايزين نفصل. انا بحبها بس لا مش تبقى معايا. طيب هتبقى معايا؟ لا رايك فينا يا منار؟ بحبك بس يا بنتي. ما انا حاجه ما كانت كلام حد شكله قلت ما تبقيتي معانا اللي انت بتعمليه ده. يا بنت اسمعيني. طيب يا بنت اسمعيني يا منى عشان بتحبك عايزاكي تعيشي الحياه اللي هي عايزه تعيشها. مش انا بحبك انا قلبي وجعني. عمليه انتوا الاثنين ننفصل عن بعض؟ الاثنين نفصل بعض. احنا الاثنين متصقين، عمليه تفصلنا عن بعض عشان نعرف نعيش حياتنا. انت رايك ايه؟ متصقين عن بعض. ايه متصقين عن بعض انتوا الاثنين؟ متصقين عن بعض. احنا متصقين عايزين نعمل بنت كل واحد لوحده كده زيكم، يعني هو الواحد وانت لوحدك. ايه انت يا منار؟ ثانية واحدة مين ألفة؟ مين ألفة دي؟ ألفة مين؟ أيوه هي ألفة مين بقى؟ ألفة مالك في أهل بلاد. ربنا ياخد ألفة مش عارفة ليه ألفة ساعتها بتتجوز؟ دي ألفة الحبايب يا بنت. ألفة يا ستي. شفتوا ألفة؟ إيه اللي فرقتكم؟ إيه ده؟ رايحة لك أنت؟ سألت من ألفة على فكرة. كده المجال كله تاني. شكرا. هي كده منفصلين. ها منفصلين الحمد لله. عملت لنا فيها مقلب.